جمهور النادي الأهلي لأول مرة من سنين طويلة الحقيقة، رغم إنه المباراة كانت ممتعة جدا، وما أعتقدش إنه في أهلاوي بعد ما الحكم صفر والمباراة انتهت ما كانش سعيد وما كانش راضي وما كانش مبسوط من الأداء اللي قدمته الفرقة، لكن الحقيقة أول مرة أشوف إنه جمهور الزمالك رغم الخسارة التقيلة دي مبسوط إنه الفضيحة ما كبرتش أكتر من كده، أو إنه النتيجة ما تخطتش رقم الستة، لأنه ده بمنتهى الصراحة بمثابة عقدة عند كل زملكاوي، وكان من السهل جدا 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 في ماتش امبارح لو وفق مستر موسيماني في نهاية المباراة بالذات في التبديلات والتغييرات إنه النتيجة توصل 6 و7 و8، لكن ده ما حصلش. وخليني أقول لحضراتكم إن كتير من طبعا اللعيبة بعد الجمهور امبارح، بشكر طبعا بشكل خاص جدا جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة في الملعب، واللي الحقيقة لو كان عددهم 1000 أو 1000 وشوية أنا أعتقد إن إحنا وصل لنا روح 50,000 متفرج، هتافاتهم وأصواتهم كانت واصلة لينا بشكل واضح جدا، وأعتقد كان ليهم دور مهم جدا في الفوز بتاع امبارح. لكن خلينا أكلم مع حضراتكم بقى على الموسم ككل، وده احنا اتكلمنا فيه يمكن من قبل بداية الموسم ما يبتدي، سواء في ماتشات أفريقيا أو ماتشات الدوري، وقلنا إنه دي بتعتبر بداية الولاية الثانية لمستر موسيماني. يعني اللي فات من أول تحقيقه لدوري الأبطال للنجمة التاسعة على حساب الزمالك برضو بالمناسبة، وصولا لنهاية الموسم اللي فات ده، كل الأرقام وكل إنجازات وكل البطولات اللي حققها وكل الإخفاقات سواء خسارة الدوري أو خسارة السوبر تحسب على فترة الولاية الأولى. الراجل يمكن ما كانش عنده وقت على مدار الفترة دي كلها إنه يشتغل مع الفرقة، إنه يحط بصمته مع الفرقة، إنه يحفظ لعيبة، إنه يستغل قماش النادي الأهلي بالشكل الأمثل. كان عنده مشاكل في ضغط مباريات، كان عنده مشاكل في إجهاد لاعبين، كان عنده مشاكل في قلة عدد الأوراق اللي بيستخدمها. عشان كده قلت إن بداية الموسم ده بداية مرحلة جديدة لمستر موسيماني، وخصوصا كمان مع التدعيمات اللي قامت بيها إدارة النادي الأهلي. النهاردة بنتكلم على قماشة واسعة جدا، وبيتهيألي اللي حضراتكم شفتوه ده مجرد مقدمة. يعني ماتش الزمالك وماتش الإسماعيلي وماتش حتى البنك الأهلي اللي عملناهم في الدوري، أنا بشوف أنه مجرد مقدمة، وأنه كيرف الأهلي لم يتجاوز الـ30 أو الـ40 أو بالكتير قوي الـ50%. والقماشة دي، الفرقة دي، المارد، مين يقدر على الأهلي الحقيقة باختصار شديد جدا؟ القماشة دي مارد إفريقيا ومارد المنطقة العربية ومارد الكرة المصرية، هو النادي الأهلي بشكل ما فيهوش نقاش. المهم